ناصر العبدلي يعدي تعود يلعب الكرة والبيني. يا سلام على الكرة، يا السلام على البينية، يا الله على البنفسجي، يا الله على البنفسجي وما يقدم في مباراة اليوم وما يقدم ثانية ليما، لكن لا يستعجل فيها ليما، لا يستعجل فيها لليما، الحكم لا يشير إلى شيء. إلى لوكاس يلعب كرة للأمام، حاول يعدي عبد العزيز الناشي اللاعب لوكاس لوري، ملعوبة للأمام تتمرر علي الشيخي، الكرة معاه يلعب كرة للأمام باتجاه رمي التماس، لعبة إلى رمي التماس أخرى لمصلحة الفيصلي. الانطلاقة هزازي ينطلق، نقل الكرة إلى لوكاس دياز، منقولة الآن مقطوعة عند حمد الشهري وكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، عبد المجيد حدادي نقلها، الشوط الأول يقترب من النهاية والكرة الآن إليوت يحاول المرور، مقطوعة كرته من قبل حمد الشهري. حمد الشهري إليكس في الجهة اليمنى، إليكس يبحث يحاول مرور، تغطية حاضرة، لا زالت الكرة لدى إليكس إلى عبد المجيد، هناك للخلف محمد حيدرة بشكل جيد استحواذ على الكرة وبهدوء، كرة الآن كرة للخلف محمد حيدرة، من جديد في وسط الملعب، نقلة إلى جهاد الزويد، تصل لمحمد حيدرة، محمد الزبيدي ممكن عن طريق الكرات المرتدة يكون إذا العد خلف لمتعب، خلص الدقائق التي تحبس الأنفاس، دقائق الصعب، دقائق المرعب، دقائق الخطرة. منطقة الجزاء لاعب في مساحات معينة، عدا ذلك لن يفيد الترجي بشيء، هذا من وجهة نظري حقيقة ما شاهدته في كثير من لمصلحة إيمانويل نوفو. إيمانويل نوفو سامويل سافو يتمرر، عادت من جديد للناشي حارس المرمى، فرصة ثمينة للترجي، فرصة ثمينة للترجي، كان بالإمكان أفضل مما كان. الخليف حاول يعدي عندي تكتيك المدربين، كل مدرب له تكتيكه، لكن الفوارق لم ولن تكون كبيرة جدا في هذا الموسم، قد يكون عادت بعد ذلك 7 دقائق إلى 8 دقائق، لازالت الأمور سلبية ما بين الفريقين، عادت بعد ذلك في اليسار لمصلحة مقابل هدف عن طريق اللاعب لوفانور عن طريق علامة الجزاء، وقبل ذلك الظهير هزاع سيري إلى 75، والأمور على نفس الأمور بنفس النتيجة، بنفس النتيجة قد يسجل الترجي في الأوقات القاتلة، لأن نادي البكيرية حقيقة قدم مباراة كبيرة، قدم مستوى رهيب، لكن لم يقصه، هل هو الثاني؟ ما الرواية؟ هل هو الثاني؟ مباراة أهداف حاضرة قد تكون الرأسية، لكن وين؟ بعيدة كل البعد، بعيدة، تحول 10 نقطة تعادل سيجعل في 17 نقطة العرضية، البحث عن الأول، لكن خلص الدفاع سهلة سهلة
تحولت عن طريق فريد شعال. لكن خلنا نشوف الخطا. محمد الزبيدي عرضيه محاوله على طول بتمر والراسيه تكمل لكن الى خارج ارضيه الملعب. خارج الترجي الان سجل هدف واصبح في رصيده 5 اهداف. لقطه الان جهاد زويد يعرض كره بالراس خطيره لكنها تمر ايضا وتذهب الى خارج ارضيه الملعب. سوية تعود الكرة لمصلحتي أكون عرضية مرة هنا ورأسية ترجوية لكنها إلى أحضان جوي روبل في البقاء أو على الصعود. كرة ملعوبة لمراد خطير 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 يحاول ولكن على طول خلصها ترجع مرة ثانية. نزالت في الدوري دوري يلو لأندية في الدرجة الأولى. بالطبع كلا جمع هنا خطأ وربما بطاقة صفراء أولى تحضر في المباراة. أوباما مية رأسية العودة من جديد حيدر في كرة ولا تزال خطيرة الكرة من جديد هناك أيوب بمحاولة أكونو بقى أو على الصعود. كرة ملعوبة لمراتك خطير 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 يحاول ولكن على طول خلصها ترجع مرة ثانية. نزالت في الدوري دوري يلو لأندية في الدرجة الأولى. بالطبع كلا جمع هنا خطأ وربما بطاقة صفراء أولى تحضر في المباراة. أوباما مية رأسية العودة من جديد حيدر في كرة ولا تزال خطيرة الكرة من جديد هناك أيوب بمحاولة أكونو سلا داود يسلم إلى خلود شمراني. خالد الشمراني الليلة أدوار الهجومية كانت قليلة نوعا ما. هو الصافرة الصافرة كرة لعبت تتمرر محاولة الآن عدي نزالت كرة معاه 15 لاعب فريق الترجي. الكرة تصل سريعة جدا إلى وسط الميدان طويلة إلى الأمام